جامعة الاقتصادية كلاوس، وهو يدخل في إطار مقتضيات المكون الثقافي من عقد برنامج تنمية التنمية المدمجة لجهة التنمية المدنية 2016-2021، وهو موضوع الاتفاقية التي وقعت أمام أنظار صاحب جلالة بالداخلة. نقطة القراءة يعني باش يفهموا الناس هي عبارة عن خزانة اللي غادي يكون فيها واحد قاعة مطالعة بالنسبة للكبار، قاعة مطالعة بالنسبة للأطفال الصغار، وكذلك يعني مكاتب للورشات وآلية التنشيط ومتعددة الاختصاصات. نتمنى أن تستفيد ساكنة الأقصر ويستفيد خاصة وأن توجد في جوار بعض المؤسسات التعليمية، إذا نتمنى أن نكون عند حسن ساكنة الأقصر وشبابها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.